يمكن يعني مروان انت توقعت ان مصطفى ياخد بطوله العظماء اللي الثمانيه دول، يعني كنت متوقع انه يكسب؟ لا صح، هو نفسه كده كنت متوقع انه يكسب، يعني اول مشاركه ليه ودخل ويكسبها وكاصغر لاعب في التاريخ في السن اللي هو كمان خسر اول ماتش من محمد توان تقريبا. بالظبط خسر اول ماتش صحيح، خسر اول ماتش فالموضوع كان صعب. طب قول لي بامانه، يعني اكتر حاجه بتعجبك في مصطفى ايه؟ بامانه شايفها حاجه كويسه ان هو حاجه مميزه، ان هو جد في الملعب، جد واصرار مثلا، عنده اصرار عنده اصرار عزيمه كده جوه الملعب، جوه الملعب ما بيقاس، بيمسك في الجيم للاخر. ايوه يا يدي. طب قول لي بقى، يعني بابا استاذ محمود عسل، يعني انا طبعا اعرفه شخصيا وراجل يعني محترم وراجل حابب جدا السكواش، ويمكن هو مدربكم على فكره يعني هو اللي بيشرف على تدريبكم بشكل كبير، بس هو ما لعبش سكواش بس هو يعني من كتر ما يعني حضر معاكم بقى عنده خبره كبيره جدا. اكتر نصايح بابا بيقولها لك انت ايه؟ اني ما اضيعش كتير. ما تضيعش يعني تركز في كورتك، ما تستعجلش عليها. ايوه دي بابا دايما بيقول لك النصيحه. طب بيقول لمصطفى ايه؟ لا مصطفى ما بيقولوش حاجه ولا بيقولوا انت مش عايز تقول يا مروان؟ لا 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 اخره ما تتعصبش في الملعب، خليك هادي كده.